بده كله استخفاف بعقول الناس زينا. احنا ما ننكر الصلاح، اللي بينكر الصلاح ده الا ما قرا القران. لكن الصالح ده شنو؟ الصالح ده سموه صالح لشنو؟ الصالح يا جماعه العلماء قالوا، قال شيخ الاسلام في الفتاوى الجزء 32 كتاب النكاح، قال الصالح هو الذي يقوم بحق الله ويقوم بحق الناس. الناس عندهم حقوق، بر الوالدين بيقوم بيه، الجار عنده حق، الجار من الناس ولا ما من الناس؟ بيديه حق، الرحم عندهم حق بيديهم كذب، وحق الله بيقوم بيه زول موحد، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا، اخرجه البخاري ومسلم، وعنده بدايه وعنده نهايه، ده الشاهد. قال ده الصالح كذب، عشان كده الله في القرآن سبحانه وتعالى قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ده الزول الصالح كده، قام بحق الله وقام بحق الناس، ده الزول الصالح. لكن الزول اللي بيشيل حق الله، الله بيخلق يقول أنا بخلق ذاته، ده صالح؟ الله بيعلم الغيب يقول أنا بعلم الغيب، ده صالح؟ الله بنجي في الشدائد ومن الشدائد والكرب يقول أنا بنجي، ده بشارك في الله في حقه كذاب، ده كيف يكون صالح؟ ده عدو لله، ده ما صالح، ما ولي لله. والصالح يا جماعة بيصلح، الصالح ده صلاحه لنفسه ما لغيره. لو الصالح صلاحه لغيره ما كان ولد نوح عليه السلام غيره. قال الله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ومرت الآيات: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سورة هود، إلى أن قال الله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال الإمام أحمد: لما قال له الله ذلك بكى 300 سنة، 300 سنة، قال في كتاب الزهد الإمام أحمد، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. خلى ولده بك في الاستغفار: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، إلى آخر الآية. فالزول يا جماعة، إذا هذا نوح عليه السلام ولده غيرك ولا ما غيرك؟
غيرك وكان كافر. كيف يكون الصلاح ده بتنفع ده وده بينفع ده؟ الله سبحانه وتعالى قال لك عديل كلمة: من عمل صالحا فلنفسه، عشان ما تمسك لك في صالح، ومن أساء فعليها. والرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما أنزل الله عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، مش نزل عليه الآية دي؟ نادى في قومه في أهله وعم وخص، عم وخص، إلى أن قال: يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. مشى في الحديث لحد ما قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور، هل بيحصل شنو؟ فلا أنساب، النسب بيتقطع، النسب بينتهي، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تمسك لك في زول كيف؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة شنو؟ فردك تمش براك، تمش براك. قال الحسن البصري: ابن آدم، ذنبك ذنبك ولحمك ودمك، لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيته أنت ما نفعتك طاعتهم، ولو أن الناس كلهم عصوا الله وأطعته أنت ما ضرتك معصيتهم. خلقت وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك. تمسك لك في زول كيف؟ كيف تقول عقيدتي في فلان وعقيدتي في شيخ فلان وأنا ماسك في فلان وده ملحق ويخشون؟